وكم في صحيح البخاري ومسلم من حديث حكمي ليس في سنن أبي داود. انتهى كلام النووي رحمه الله. وقوله حديث حكمي هو ما ذكرناه في أول كلام، يقصد يعني حديث يتعلق بمسألة فقهية. أول من صنف في أحاديث الأحكام ذهب بعضهم إلى أن أول تصنيف في أحاديث الأحكام هو سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 275 هجرية. ولكن أبا داود رحمه الله أضاف أبوابا ليست من أبواب الفقه، مثل كتاب الحروف والقراءات، وكتاب الحمام، وكتاب اللباس، وكتاب الترجل، وكتاب الخاتم، وكتاب الفتن، وكتاب المهدي والملاحم. مع أنه لا ينكر أهمية سنن أبي داود رحمه الله وفضل هذا الكتاب، حتى إن بعض العلماء ذكروه عند كلامهم على شروط الاجتهاد، الشروط التي يجب أن تتوافر في المجتهد. فقال أبو حامد الغزالي رحمه الله: يكفيه، يعني يكفي المجتهد، أن يكون عنده أصل مصحح يجمع أحاديث الأحكام كسنن أبي داود. لكن تعقبه الإمام النووي رحمه الله فقال: التمثيل بأبي داود لا يصح، لأنه لم يستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام ولا معظمه، لم يستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام ولا معظمه. وكم في صحيح البخاري ومسلم من حديث حكمي ليس في سنن أبي داود. انتهى كلام النووي رحمه الله. وقوله حديث حكمي هو ما ذكرناه في أول كلام، يقصد يعني حديث يتعلق بمسألة فقهية، هذا المقصود. وعلى كل، فمسألة الاستيعاب للأحاديث الحكمية شيء آخر، فإن كلامنا هنا في الأحاديث المصنفة في أحاديث الأحكام لا في خصوص الأحاديث المستوعبة لأحاديث الأحكام، وفرق بين العبارتين. وكلام النووي إنما هو في مسألة الاستيعاب. وذهب بعضهم إلى أن أول من صنف في أحاديث الأحكام هو الإمام البيهقي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 458 هجرية، خصوصاً كتابه المشهور السنن الكبير، كتاب السنن الكبير. قال الكتاني رحمه الله: السنن الكبرى مرتبة على ترتيب مختصر المزني، وهي مستوعبة لأكثر أحاديث الأحكام. انتهى كلامه بنحوه. ومن قبله قال الإمام السخاوي رحمه الله: كتاب السنن للحافظ البيهقي استوعب أكثر أحاديث الأحكام، لا نعلم في بابه مثله. انتهى كلامه رحمه الله. لكن الإمام البيهقي رحمه الله يذكر آثاراً كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم، ويذكر أحياناً بعض آيات الأحكام. مثال ذلك عند قوله: باب ما يحرم من نكاح القرابة والرضاع وغيرهما. قال البيهقي رحمه الله: قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. وساق الآية بتمامها، ثم قال بعد ذلك: وقال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. الآية، فهو يذكر الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة وآيات الأحكام، وإن لم يستكثر من آيات الأحكام. وذهب بعضهم إلى أن أول من صنف في أحاديث الأحكام
هو الإمام عبد الحق الإشبيلي الأندلسي المعروف بابن الخراط، المتوفى سنة 581 للهجرة، وذلك في كتبه الثلاث: الأحكام الشرعية الكبرى، والأحكام الوسطى، والأحكام الصغرى. مع أنه ذكر أبوابا ليست من أبواب الفقه، مثل كتاب تفسير القرآن، وكتاب تعبير الرؤيا، وكتاب المناقب، وكتاب الفتن وأشراط الساعة، وباب الطب، وباب الأسماء والكنى، وباب العطاس والتثاؤب، وغير ذلك.